اهلا بحضراتكم من جديد، وده كان تقرير عن محمد الشناوي اللي انا اتشرفت في يوم من الايام ان اكون موجود معاه في ناشئي النادي الاهلي. محمد الشناوي ابن من ابناء النادي الاهلي، لكنه خرج وعاد من جديد ليكتب التاريخ ليه كحارس مرمى وكافضل حارس مرمى في مباراه مصر والجوي، او افضل لاعب كمان، يعني افضل لاعب يكون اقوى من افضل حارس مرمى، وان شاء الله ربنا يكرمه ويثبته في مباراه روسيا ويقدر ان هو يحافظ على نظافه شباكه. لسه مكملين مع حضراتكم في فقرتنا على التليفون من روسيا، علشان لسه هنكمل فقرة التليفونات، ومعنا تليفون من الأستاذ محمود شوقي مدير تحرير الرياضة بمجلة الإذاعة والتلفزيون. أستاذ محمود برحب بحضرتك. أهلا بيك يا عمر. أهلا بيك. إيه الأخبار؟ كله تمام؟ كله تمام. إيه الأخبار؟ طمنا كده على الأجواء في روسيا ومنتخب مصر والأجواء الإيجابية، وإن شاء الله بقى يعني وجودنا في مباراة روسيا يوم الثلاثاء. طب مصر من باين على كل اللعيبه تقريبا في النادي الثاني، احنا لسه سايبينهم من حوالي ربع ساعه بالظبط، لعيبه تناولت العشاء و يعني هيلجأوا لبعض من الراحه، قسم من الراحه. فعلا الرحله مجهده الى حد ما، ولكن تتفادي ان كل الامور تسير بشكل طيب. تحدثنا مع الجهاز الفني منذ قليل ومع اللعيبه، كلهم تفاؤل، لهم امل وتخطيط للفوز على روسيا رغم صعوبه المباراه، الا ان كل اللعيبه عندها عزيمه لذلك. لسه بتحدث طبعا، بتتكلم عن محمد الشناوي. طبعا لسه محمد الشناوي حول المباراه الماضيه، الراجل طبعا سعيد بما قدمه، بيوعد الجمهور انه هيواصل التالق ده باذن الله. بالمناسبه كمان لسه كان بيتكلم مع عصام الحضري، البعثه الاعلاميه كان بيتكلم مع عصام الحضري في حوار مطول، والراجل اكد انه 23 لعيب بيد واحده، كل الفريق كل تركيزه في خاطر الدور الاول. اكد انه يعني بيواصل دعمه محمد الشناوي طالما اختاروا الجهاز الفني لكون الحارس الاول المباراه الماضيه، وبيقول ان المنافسه الشرسه ما بينهم بتصب في صالح المنتخب. كل الفرقه تقريبا سعيده باداء محمد الشناوي على وجه الخصوص. خليني اقول لك انه لعيبة المنتخب كلهم يعني توجهوا لمحمد شناوي بعد المباراة الماضية، أشادوا بيه وأثنوا على أدائه وشجعوه أكثر على مواصلة المشوار. وأعتقد إن شناوي قدم مباراة كبيرة أمام روسيا اللي قدمها أمام أوروجواي، ربما ينافس بقوة على إنه يكون من الدول الأفضل لأنه منزل. طبعا اكيد ان يحصل حارس مرمى على مانيو زوماتشي ده شيء الناس كلها متوقفه عنه، الصحافه الروسيه تحدثت عنه كتير. اعتقد ان هو من اهم نجوم المنتخب. اخد في حاله طيبه، محمود تريزيجيه في حاله طيبه للغايه، رغم ان هو خد كلمه قويه في الصف، مش مجرد شد فقط اللي بعض قال، لا هو خد كمان قدمه في الصف، كلمه قويه في الصف. حالته تحسنت كثيرا. طارق حامد بخير، لازم تتاكد ان طارق حامد هيكون من النجوم المقبل باذن الله. كوبر بيواصل جلساته مع اللعيبه لاعتراف المنافس والتشاور حول نقاط ضعف الفريق الروسي، العنيد هجوميا، الخطير في الكرات العرضيه والخطير في الكرات الثابته، لكنه في المقابل ايضا بيعاني من ثغرات دفاعيه واضحه. طبعا بالنسبه لكابتن عمر، الصحافه الروسيه، انا كنت عايز اخدك بقى للصحافه الروسيه، الصحافه الروسيه بقى والاعلام الروسي. استاذ محمود عايزك بقى تقول لي وتشرح لي ازاي شايفين منتخب مصر اللي هيلعبوه يوم الثلاثاء. والله يا كابتن عمر، انا كمان الصدفه ان اتحدث مع بعض القرابين من المنتخب الروسي كمان، مش مجرد الصحافه الروسيه. تمام. عدد كبير جدا من المتطوعين في الفيفا قرابين من المنتخب الروسي، اكاد اجزم ليك انه في رعب من منتخب مصر. حقيقي الصحافه الروسيه بتتكلم كلها عن ان صلاح بيمثل خطر حقيقي على مستقبل روسيا في المونديال، وده دي على وجه يعني نشرت بالفعل، كله بيتحدث عن ان محمد صلاح خلاص هيلعب قدام روسيا، وبالتالي ستكون المهمه صعبه على الدفاع الروسي. الدفاع الروسي بيعاني من كبر السن، يعني ناس 36 سنه و32 سنه، في بطء واضح في الاداء. محمد صلاح اذا كان باذن الله في فورمته العاليه اللي احنا عارفينها كويس،
سيكون قطر حصلت على الدفاع الروسي ومن ثم تحت الفرصه للتسجيل لمنتخب مصر. منتخب روسيا عامل الف حساب لمنتخب مصر لان احنا برضو عاملين الف حساب لمنتخب روسيا. املنا كبير ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه. في اعتقادي يا كابتن عمر النتيجه الايجابيه بالنسبه لنا هي الفوز فقط. التعادل هيحط منتخب مصر في موقف محرج جدا 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 جدا. بعض الجماهير برضو حتى بتتحدث مع بعض الاصدقاء من الجمهور المصري حول هذه النقطه تحديدا. لا، التعادل امام روسيا يفرزها من البطوله تقريبا كلينيكيا، لان تعادلك امام روسيا هيبقى محتاج ان انت تفوز على السعوديه عشان يبقى معاك اربع نقاط، وارجوي تفوز على المنتخب الروسي بالضبط كده عشان يبقى معاك معاها روسيا اربع نقاط، ولكن هتحتاج انت للفوز على السعوديه بنتيجه كبيره جدا طبعا. بالضبط، نتيجه كبيره جدا طبعا، احنا كرويا هتبقى غير منطقيه الى حد كبير، وبالتالي نخطط للفوز على روسيا بهدف على الاقل بالنسبه لنا هدف سيكفينا على بشكل كبير جدا. على المستوى الشخصي كابتن عمر برضو انا يعني اتطلع لكسر العقده. يعني فكره انه نوصل لكاس العالم بعد 28 سنه ده امر عظيم، واحنا حاسين بالانجاز واحنا موجودين في روسيا. الاجواء هنا رائعه، مشاركه مصر في المونديال حاجه فعلا تشعرك بالفخر. لكن الاهم بالنسبه يعني مش الاهم طبعا، بس الحاجات المهمه بالنسبه لي حاليا في هذا التخطيط المهم هو ان نكسر عقده الهدف. يعني هيبقى شيء صعب جدا ان احنا ما نجيبش جون يعني. طبعا انا عارف طبعا انت بترمي طبعا على كلام كابتن مجدي عبد الغني اكيد هو صاحب هدف مصر. انا مش برمي، انا مش برمي، انا كلمت مع كابتن مجدي عبد الغني نفسه في هذا الاطار. الفكره انه فعلا احتاج تسجيل هدف في كاس العالم صح سيكون امر مفرح جدا بالنسبه لنا جميعا. طبعا طبعا اعتقد ان انت مشاركني في الراي يعني. اكيد طبعا اكيد، ومنتخب مصر قادر على تسجيل ان شاء الله في مباراه روسيا وايضا في مباراه السعوديه. لكن زي ما حضرتك اتكلمت وقلت يعني نتمنى ان شاء الله يبقى منتخب مصر في حالته الفنيه والنفسيه العاليه جدا، وايضا وجود محمد صلاح اعتقد ان ده شيء مهم جدا وشيء ايجابي لمنتخب مصر. يا استاذ محمود يعني بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معايا، واتكلمنا ايضا باستفاضه على فرص منتخب مصر امام